دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض ابرز واهم الاخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير التالي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هتفتتح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب التقديم على 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة، مع تخصيص 330 وحدة أو 5% للمواطنين ذوي الهمم ضمن الطرح اللي بتصفه وزارة الإسكان بأنه الأكبر للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري. النهاردة يفتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الموسم الثقافي الجديد بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بالقاهرة الساعة 10 صباحاً، وبيطلق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الموسم الثقافي الجديد في خطوة بتهدف لتعزيز الوعي الثقافي والديني ونشر المعرفة حول القضايا الإسلامية المعاصرة. النهاردة كمان هتنطلق فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي اللي بتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت شعار إعلام يلهم شباب يبدع، وده برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وبتعد القمة اللي بتستمر يومين بمثابة منصة لتعزيز الابتكار والتعاون بين المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على كل القطاعات الأخرى، وبتشهد القمة مشاركة عدد من الوزراء والسياسيين بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الإعلاميين العرب والمصريين. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 9 من عمر مسابقة الدوري، هيلتقي كريستال بالاس مع توتنهام في الساعة 5 عصراً، في نفس التوقيت هيلتقي كل من تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد وويست هام مع مانشستر يونايتد، 7:30 مساء قمة الجولة اللي بتجمع ما بين ليفربول وأرسنال.